الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. معذبينك احنا معانا كل يوم علشان نطمن على الناس. النهاردة كل المصريين خرجوا من الحجر الصحي مظبوط؟ الحمد لله فندم، كلهم خرجوا بسلام وصحتهم زي الفل، ويعني يذهبوا لأسرهم بأمان ووصلوا الحمد لله ويعيشوا حياتهم الطبيعية سالمين أمنين 100%. وبعد الخروج مفيش بقى أي متابعات ولا بنتابع ولا إيه الوضع يا دكتور؟ لا خالص، إحنا هم كده يعني حالتهم الصحية مستقرة تماما، مفيش أي حاجة، وهم الحمد لله لم يثبت فيهم أي إصابات بينهم الفترة اللي قضوها عندنا اللي هي الفترة الاحترازية. يعني يمكن آخر حاجة عملناها إن إحنا كانت وضع خطة لانتقالهم عن طريق الأتوبيسات، وفرنا لهم 9 أتوبيسات يمكن 6 لمحافظة الإسكندرية وثلاثة 6 محافظة القاهرة عفوا وثلاثة محافظة الإسكندرية، وكان في 3 سيدات حوامل، فدول طلع لهم 3 سيارات إسعاف، كل سيارة بفريق طبي الحمد لله، وصلوا جميعا بأمان وخلاص، يعني هم كده طبيعيين 100% عشان نطمن الناس وعشان ما يطلعش شائعات تجاههم تضايقهم نفسيا. لا هم الامور الحمد لله زي الفل، واحنا النهارده كنا معاهم والسيده الوزيره كانت معاهم ومع الاطفال واقفين في وسطهم وقاعدين معاهم يعيشوا حياتهم الطبيعيه 100%. بس واضح ان هم كانوا مبسوطين في الحجر الصحي يا دكتور، يعني الصور اللي عندنا وحتى تصريحاته من الناس كانت سعيده، كانت مقضيه 14 يوم يعني من الاجازه. والله يا استاذه لميس فعلا اليوم النهارده الصبح في مطروح، يعني يمكن احنا لسه في طريق راجعين من مطروح، يعني عايز اقول لحضرتك كانت فرحه بتعترم المكان كله، كل الناس فرحانه، هم فرحانين ان هم راجعين لاسرهم واهاليهم، احنا فرحانين كدوله ان احنا قدرنا، يعني ربنا قدرنا وعملنا الملحمه دي، ملحمه مش وزاره الصحه بس، ده الفريق الطبي مع الاداري مع طاقم الطياره مع ضباط الجوازات مع ضباط المطار مع القوات المسلحه، كل دول تكاتفوا عشان يحافظوا على ابنائنا صحتهم وامانهم وكل حاجه لغايه لما وصلنا اليوم ده النهارده، فدي حاجه. والحقيقه هم كلهم هتفوا تحيا مصر ووجهوا رساله شكر قويه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد بإرسال طائرة وإن هو يجليهم بالأراضي المصرية لوطنهم خوفا عليهم. والحقيقة إن مصر كانت من أول الدول اللي أعادت رعاياها من ووهان، يعني إحنا كنا متابعين الدول اللي بترجع ولادها من ووهان أو رعاياها من ووهان، إحنا كنا من أوائل الدول وبعتنا الطيارة بدري، والحقيقة إن يعني زي ما أنا شفت سواء السفير بدري أو الوزيرة هالة زايد وكل الناس، الحقيقة لا يعني كان في اهتمام عالي. طب خليني أسألك بقى على الحالة اللي موجوده في الحجر الصحي، وضعها ايه؟ هل هي لازم برغم ان هو ما عليهوش اعراض لكن لازم يفضل ال 14 يوم في الحجر الصحي يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك احنا بنتابعه يوميا وهو لم يظهر عليه اعراض فعلا حتى اليوم، وصحته كويسه جدا، وان شاء الله قريب جدا جدا نطمن حضرتك على تعافيه باذن الله. طيب النهارده في خبر نزل على يعني هو ممكن ان هو يخرج حتى لو اقل من ال 14 يوم يا دكتور؟ في حاله واحده بس، لو جت نتيجه البي سي ار لفيروس كورونا سلبيه، ويبقى كده هو تعافى تماما ويخرج فورا. لو ايه؟ معلش انا مش سامعه يا جماعه، ممكن اعلي الصوت؟ لو ايه يا دكتور؟ لو عملنا تحليل البي سي ار بالكواشف اللي امدتنا بيها المنظمه اللي هو بيشخص فيروس كورونا وجاءت النتيجه سلبيه. فساعتها ممكن يخرج فورا. ساعتها ممكن يخرج، فده هتعملوه امتى يا دكتور؟ ان شاء الله خلال ايام قليله، لان هو حالته الصحيه مستقره جدا وما ظهرتش عليه اي اعراض، فان شاء الله نعمل التحليل خلال 48 ساعه ونطمن عليه ونطمن حضرتك. طيب النهارده كان في خبر نزل على عهده القاهره موقع القاهره 24 عن اصابه، ان في حد كان راجع من القاهره او يعني عبر خلال القاهره وعدى على موسكو، وانه كان مصاب بحاله كورونا وبالتالي ممكن يكون مخالط لناس ثانيه، اكيد حضرتك شفت الخبر ده. شفت الخبر يا استاذ لميس فعلا، وتواصلنا مع منظمه الصحه العالميه ولم تتوفر يعني اي معلومات بشانه لا لدينا ولا لدى منظمه الصحه العالميه، وتواصلنا ايضا مع السفاره الصينيه بشانه. فطبعا يعني اي خبر بينزل احنا بنتابعه، او اي حاله او كلام بيتردد بنتابعه ونتاكد من صحته، لكن حتى هذه اللحظه اقدر اقول لحضرتك ان الكلام ده ليس له اساس.
طب فانتم طبعا لو في بس حاجة انتم قدمت متابعين عليها. يعني بتدوروا لو اه فعلا طبعا طبعا هذا الشخص باسمه بكذا هل كان موجود في مصر ولا لا، بتتابعوا القصة دي. طبعا يا فندم بتتفحص، وبالفعل تواصلنا مع المنظمة وبنفحص الموضوع. هم حتى الآن المنظمة ما عندهاش معلومة أو بيانات عنه ولا احنا، لكن طبعا مازال جاري المتابعة، وده بيتم يوميا يا استاذه لميس مع اي حاجه بتتردد بنمشي وراها علشان نتاكد ان الدنيا امان او مصر بخير. يعني عقمتوا بقى الحجر الصحي نفسه علشان الناس في مصر ما تروح ما تبقاش قلقانه ومتوتره وكده؟ طبعا بعد النهارده خروج كل اخواتنا المصريين وعوده الفرق الطبيه، كانت بتخرج النهارده طول اليوم لغايه اخر النهار، هيتم غلق المكان بالكامل وتعقيمه وتطهيره واعاده فتحه ان شاء الله، ويصلح للاستخدام عادي جدا ان شاء الله. هل في تجديد بقى لاجراءات الحجر الصحي في المطارات وكده كنا بنتكلم عليها امبارح، هل في زياده؟ انا شايفه ان النهارده في كذا خبر عن مثلا ناس راجعه من جايه من افريقيا معهاش شهاده اعتقد حمى معينه او يعني شهادات معينه صحيه فبنوقفهم، طبعا هل احنا مشددين الاجراءات في طبعا احنا المطارات؟ مستمرين في تجديد الاجراءات بكل دقه، خاصه طبعا في منافذ البلاد سواء مطارات او بري او بحريه. يعني الاجراءات الوقائيه بتتبع بدقه ومفيش تهاون ومفيش استثناءات، لان دي منافذ لكل البلاد، فيعني دي حاجه ما فيهاش هزار، وهتظل الاجراءات الوقائيه تتبع بشده سواء في المنافذ او سواء في المستشفى المخصصه للعزل. في كل الاماكن الاجراءات الوقائيه بتتبع بشده، ويمكن السيده الوزيره بتتبعها بنفسها، وفي تقرير يومي بتطلعه لمنظمه الصحه العالميه بكل اي حاله بتدخل، اي حاله اشتباه بنمشي وراها، اي حاله بتروح مستشفى الحميات بنتابع نتائجها. يعني في متابعه لطيفه، وزي ما قلت لحضرتك في اتاحه معلومات دقيقه جدا للمنظمه. طب المرحله الجايه يا دكتور، احنا كنا اتكلمنا مع السيد وزير التربيه والتعليم وكان بيكلمنا على ان هم بيزودوا حالات التوعيه في المدارس، الاطباء في المدارس، انتوا بقى دوركم ايه بالذات مع المدارس لانه الامهات قلقانين جدا؟ لا احنا عايزين نطمن اولياء الامور يا فندم، احنا عندنا فعلا خطه مع متابعه لطيفه جدا من السيده وزير الصحه والسيد وزير التربيه والتعليم في متابعه المدارس. عندنا هناك فريق من الزائرات الصحيات، دول موجودين بيتابعوا الطلبه والطالبات من اول طابور الصباح، وبيطلعوا يمروا على الفصول، بيتاكدوا من حاجات كتير، بيتاكدوا من تهويه الفصول الجيده، بيتاكدوا من تامين المنافذ الغذاء نفسها اللي جوه، بيتاكدوا من متابعه الطلبه نفسهم والغياب، كشوف الغياب علشان اسباب الغياب قد تكون في حالة مرضية أو في أعراض ظهرت على حد، بيتابعوا حتى دورات المياه وتوافر النظافة فيها والماء والصابون، بيتابعوا كل الإرشادات الصحية اللي موجودة على اللافتات التعليمية هناك بيتابعوها. التوعية لأولياء الأمور والمعلمين والطاقم الإداري اللي في المدرسة كل ده يوميا موجود، وده على مستوى 27 محافظة، لأن يعني إلا طلاب المدارس. أنا بشكرك. فمش عايزينهم يقلقوا يعني. لكن النهاردة كان في أنباء كده، أنت عارف الإشاعات بقى كتيرة عن حالة في شبرا التعليمية، في منطقة شبرا التعليمية، وصلتكم البيانات دي ولا دي كلها إشاعات؟ لا لا إشاعات خالص، مفيش أي حاجة في المدارس الحمد لله. إحنا ما وراناش غير الإشاعات بصراحة. متابعة دقيقة جدا للمدارس، يعني فوق ما حضرتك تتصوري، فبنطمن أولياء الأمور، يعني الموضوع ده يعني لا تهاون مفيش هزار فيه يعني. أنا بشكرك يا دكتور، والحقيقة بشكر وزارة الصحة جدا على الاهتمام، وطبعا كل الإدارات في مصر بدءا من الخارجية اللي كان فيه مجهود رهيب علشان الناس دي تروح لهم طيارة في الوقت ده تاخدهم من هناك، كان فيه أطفال، كان فيه حالات كتيرة جدا، دي قصة ملحمة فعلا. يمكن ناس تقول لك إيه يعني، طب ما كل البلاد بعتت خدت ناسها، لا إحنا كنا من أول البلاد اللي راحت خدت ناسها من هناك، والحجر الصحي كان مؤهل جدا، والحقيقة أنه الناس كلها اتكلمت بشكل ممتاز عن الرعاية والاهتمام والخدمات في الحجر الصحي. الناس ما كانتش قاعدة في سجن، الناس كانت قاعدة في مكان لطيف لأن كان فيه أطفال وكان بجوارهم المستشفى.